اهلا، انا عماد السعيد من عرب كاست دوت مي، وهنتكلم في الفيديو دوت ازاي نعمل تدريجات لونيه، ازاي تعمل خلفيه بتاعتك لونها متدرج كده زي الديف اللي تحت ديت. تعالوا كده نشوف انا عملت ايه. هنا عملت ديف الكاست بتاعها جريد، وبعد كده رحت عاملها سيلكت هنا بالسي اس اس، وعملت الويدز بتاعها 100%، عملت الهايت بتاعها 100 بكسل، فاخدت الويدز 100%، الويدز كده 100% والطول 100 بكسل. تعالوا بقى نجرب عليها نعمل التدريجات اللونيه دي. طبعا ان انت لو عايز تعمل تدريج، بتعمل التدريج ده عباره عن صوره وتعملها اكسبورت وتحطها باك جراوند، وممكن بقى تحدد الريبيت بتاعها وكده. ده النورمال بتاعك. طب ازاي بقى تعمل تدريجات لونيه؟ المفروض التدريجات دي موجوده في السي اس اس 3، مش موجوده في السي اس اس 2. بعض المصطلحات بتدعمها وبعض تاني لا، فانت لو عايز تستخدمها المفروض ان انت تستخدمها من غير بريفكس، وتحط السكريبت بتاع بريفكس فري، اسمه بريفكس فري، بريفكس فري. جرب عليه، عبارة عن جي كويري سكريبت. اوكي، طيب تعالوا بقى نجرب التدريج دوت. التدريجات ديت عبارة عن ايه؟ الباك جراوند بتاعتك المفروض انت الطبيعي تحط لها URL، وتقوم تحط الاسم بتاع الايمج بتاعتك، وتقول له بقى اذا كان هيعمل لها ريبيت ولا لا، وهكذا. اوكي، طيب التدريج ده يخليك تستغنى عن الصوره خالص، وتبتدي تعمل الالوان اللي انت عايزها، بحيث ان لو حد عامل زوم للصفحه الصوره بتاعتك لو تعمل لها زوم هتبص تلاقي بقت فيها بيكسلز كده، بقى شكلها مش حلو. انما لو انت عامل الجراديانت بتاعك بالسي اس اس، كل ما تكبر البراوزر هيرسم جراديانت تاني، ومش هتحس ان دي صوره، مش هتحس ان فيها بيكسلز، هيبقى الريزوليوشن بتاعها احسن. طيب تعالوا نجرب بقى نعمل باك جراوند. في عندك اول جراديانت عندك هو اللينير جراديانت، لينير جراديانت. اوكي، اللينير جراديانت بياخد الالوان اللي انت عايزها تبقى الالوان بتاعه التدريج بتاعتك، زي مثلا الالوان طبعا ممكن تكتبها بالاسم، ممكن تكتب الدرجه، ممكن تكتبها ار جي بي، ار جي بي اي، اتش اس ال، اتش اس ال اي، على حسب اللي انت عايزه، او هيكسديسمال طبعا اللي هو الطبيعي اللي انت عارفه. طيب تعالوا نجرب الاول بالاسماء عشان تبقى بسيطه، من ابيض لاسود. اوكي، من ابيض لاسود، وايت فوق بعدين بلاك تحت. هو عامل التدريج بنفسه، دي مش صوره. اوكي، تعالوا بقى نجرب نحط مثلا كلر كمان، كلر كمان زي اورنج مثلا. تعال نحط كمان جراي، تعال نحط بلو، تعال نشوف ايه اللي هيحصل بقى. اوكي عشان النت بطيء المره دي، عشان كده الالوان ما تظهرش بسرعه. طيب اهو، ابيض، اسود، برتقاني، رمادي، ازرق. طيب افرض بقى ان التدريج بتاعك ده انت مش عايزه بالطول كده، انت عايزه بالعرض، عايزه بالورد، عايزه باي زاويه معينه. اول بارامتر بتاخده اللينير جراديانت هي الزاويه بتاعه الجراديانت بتاعك، فاعمله مثلا 0 ديجري، بص لايه بالعرض من الشمال لليمين، التدريج بتاعك يبقى من الشمال لليمين، ده 0 ديجري. اوكي اهو، وايت، بلاك، اورنج، جراي، بلو، تمام كده. افرض بقى مثلا انت عايزه بالزاويه، تعالوا ندور الديجري ديت، نعملها مثلا 45 ديجري، 45 ديجري، ادي 45 ديجري، لف كده 45 ديجري عكس عقارب الساعه، فبقت التدريج عامل كده. تعالوا نلفها مثلا 90 درجه، ادي 90 درجة، لف بدل الأبيض ما بقى هنا، لا لف 90 درجة عكس عقارب الساعة. طيب تعالوا بقى افرض إنك عايز مثلا الألوان دي، هو هنا قسم الألوان تقسيم متساوي، يعني هو حط قسم البتاع دوت، أنت حاطط كام لون؟ 1 2 3 4 5، يبقى قسمه 5 أجزاء، وحط في كل فاصل اللون اللي أنت عايزه، وبعد كده اعمل التدريج بين اللونين اللي قبليه واللي بعديه. افرض بقى انك عايز تحدد النسبة بتاعت كل لون من العرض دوت، تعمل ايه؟ الوايت مثلا انت عايزه عبارة عن 70% من الالوان،
وبعد كده يقسم بقى ايه بلاك واورنج وجراي وبلو. اوكي اهو عامل 70% ابيض، وبعد كده الاسود والبرتقاني والازرق قسمهم بالتدريج. ممكن بقى تقوم ايه، بص هو انا بكتب اللون وبعد كده البرسنتج بتاعه 70%، وبعد كده طبعا عند 80% او انا خليه مثلا عند 90% يعمل الاسود، وبعد كده عند 95% يعمل الاورنج، وبعد كده عند 98% يعمل الجراي، سوري 95% يعمل الاورنج، وبعدين البلو في الاخر الستوب بتاعتنا اهو. اعمل التدريج اللي احنا عايزينه، طبعا ممكن تلف ممكن تعمل اللي انت عايزه، يعني ادي 90 degree لان من تحت لفوق اهو. طبعا ممكن تكتب الالوان بتاعتك زي ما انت عايز، ممكن تكتب اي باي فانكشن انت عايز. طب ده اللينير جريدينت. افرض بقى ان انت عايز يبقى فيه يبقى راديال، يبقى دائري، يبقى دوائر كده جوه بعضها. بدل اللينير تكتب راديال جريدينت راديال، اوكي اللي هي راديوس جيم راديوس، اوكي دائري. وبعد كده تقول له مثلا انا عايزه وايت وبلاك. تعال نشوف كده السيمبل جريدينت ده هيبقى منظره عامل ازاي. اهو اولا تدريج دائري من الوسط كده، وبعد كده وصل لبلاك في الاخر. اوكي طب الموضوع بسيط خالص. تعالوا بقى نشوف مثلا نزود كمان الوان، بلاك اورنج نفس الالوان اللي كنا استخدمناها المره اللي فاتت، جراي بلو اهو، ابيض اسود برتقاني جراي بلو. التدريج زي ما احنا عايزين بالظبط. طبعا ممكن تحدد برضو النسب بتاعتك، الوايت مثلا 90% ماشي اهو، الوايت 90% وبعد كده هعمل التدريجات التانية في النهاية خالص، هنخليها 70 احسن اهو. الوايت 70 وبعد كده اعمل مجموعة التدريجات في الجزء الباقي ال 30% الباقيين. طيب في حاجة كمان في الراديال جراديانت انت ممكن تحددها في البداية، انت عايزه اللبس زي ما هو عامله كده، هو شكل بيضاوي ولا عايزه سيركل؟ الطبيعي اللي هو الاليبس دوت. ممكن تعملها بقى كمان سيركل، سيركل فيقوم عامل لك دايرة بدل العرض ما يبقى كده اه، عبارة عن دايرة كبيرة خالص. دايرة كبيرة خالص، وبعد كده راح اعمل التدريج بتاعه على الدايرة ديت وبدأ يوسع. في بتاخد السيركل دي انت ممكن تحدد لها خاصية كمان، السيركل بتاعتك هتبقى بتتقاس من الفارتست كورنر ولا من الكلوزست سايد. انت عايز نهاية الدايرة بتاعتك دي انت بتقيس القياسات بتاعتك من السنتر للفارتست كورنر لاخر كورنر عندك، ولا بتقيسها من السنتر لاقرب سايد، لاقرب خط، اقرب نهاية. فاحنا هنكتب ان هو الطبيعي بتاعه ان هو عامله من السنتر للفارتست كورنر، احنا عايزين نعملها مثلا من الكلوزست كلوزست سايد. المفروض الدايره بتاعتك تبتدي من النص لحد اول سايد يقابلك اهو، يبقى القياسات بتاعته هيبتدي من النص لحد اول سايد، والباقي ده بيقوم يكمله باخر لون. الطبيعي بتاعك اللي هو فارثست كورنر كده، عامل التدريج ليه الفارثست كورنر، قسم من السنتر من هنا لحد اخر زاويه او ابعد زاويه عنده. طيب ده الراديال جراديانت. تخيل بقى انت لو عايز مثلا تعمل اكتر من تدريج مع بعض، اكتر من تدريج، تعالوا نعمل مثلا لينير جريدينت، لينير جريدينت نخليه بلاك وايت اورنج جراي بلو الالوان العاديه بتاعتنا، وتعالوا نخليه 0 degree. المفروض يتعمل بالعرض بقى كده،
تمام كده. طيب افرض بقى انك عايز تعمل تدريج تاني، يعني يبقى تدريجين، انت ممكن تعمل اكتر من تدريج فوق بعض، بس خلي بالك عشان التدريج الاولاني يعني يظهر التاني، يعني يظهر اللي تحتيه، لازم يبقى شفاف، لازم يبقى فيه لون شفاف بحيث الجزء الشفافيه ده يظهر اللاير التانية اللي انت عملتها. طيب احنا عاملين دي اللاير الاولى، تعالوا نخلي دي اللاير التانية ونعمل فوقيها تدريج كده، مثلا من ابيض لاسود والابيض شفاف، من ابيض لاسود. طب نعمله تعالوا ناخد دي كوبي وبيست، تعالوا نخليه من ابيض لاسود والابيض ده شفاف. اوكي طيب عشان يبقى شفاف هنستخدم RGBA، وده ابيض 000. اوكي ده الابيض، وبعد كده عايزين نص شفاف 5/10، بعدين كوما في الاخر كده كوما، بحيث ان ادي اول تدريج كوما، تاني تدريج لو عايز تحط كمان واحد كوما، تالت تدريج وهكذا. ده اول لير عندنا، وبعد كده دي تحتيها وتحتيها وتحتيها وهكذا. اهو كده بقى عندك التدريج بالعرض، بعد كده عندك التدريج ده تمام، خليه 90 درجة كده. الاسود المفروض يبقى تحت والابيض فوق، اهو الاسود تحت والابيض داخل على ابيض شفاف فوق، والتدريج التاني اللي تحتيه ادي ازرق واسود والدرجات اللي احنا عملناها جوه. تعالوا بقى نلعب بيها شوية، تعالوا نخلي هو ده اسود طبعا، سوري ده اسود وبعدين داخل في شفاف، انا ما عملتش هنا ابيض، تعالوا نعمل هنا ابيض. او اقول لك مور فان خليه لون اللي هو بنفسجي دوت، تعالوا نشوف ايه اللي احسن. تعالوا نخلي تحت مثلا ابيض، انا كنت جربت دي ادت تاثير جميل جدا. اللي تحت ده ابيض وبعدين اللي فوق ادى تدريجات مع البنفسجي وجمع الالوان اللي وراه فادى تدريج جميل جدا، بلاك وايت واورنج وجراي وبلو مع التدريج الماجنتا، فادى تدريج جميل جدا. انت ممكن تعمل بقى اي تاثير انت عايزه. تعال نحط واحد كمان، نحط واحد كمان مثلا بالعرض، نعمل من وايت لوايت. ده 90 ديجري سوري، فهنخليه زيرو كده، يبقى من وايت لوايت، بس الوايت التاني ده شفاف 50%. تعال نخليه هو الطبقة التانية تحت أول طبقة، ادي الطبقة الأولى عبارة عن 90 ديجري بالطول من وايت تحت كده لشفاف، وايت شفاف لماجنتا شفاف فوق، وبعدين اللينير جريدينت اللي هو واحد بالعرض تاني، نفس الجريدينت اللي بالطول ده عملناه بالعرض، وبعد كده جريدينت تالت بالعرض عبارة عن بلاك وايت اورنج جراي بلو، ادى التأثير ده كده. انت ممكن تعمل اي جريدينت انت عايزه، انت ممكن حتى واحد من دول تحوله لراديال راديال جريدينت كده، من وايت ل ماجنتا شفاف، من الوسط للنهاية وهكذا. انت ممكن تعمل اي تأثير بقى انت عايزه. في نوعية تانية بقى من الراديال جراديانت واللينير جراديانت، هي ريبيتنج، انها بتكرر نفسها، بس لان الريسورسز عنها قليلة جدا فما قدرتش افهمها كويس، فانت ممكن تدور عليها وتفهمها. ده يخليك تعمل خطوط مثلا بالطول، خطوط بالورب، دواير كتير جوا بعضها، ممكن تبقى خطوط في دواير، ممكن تعمل اللي هي الكاروهات دي اللي هي المربعات في بعض كده. فدور عليها وتعلمها تبقى احسن بكتير، هتعمل تأثيرات احلى يعني. اوكي طب هاف فان بقى مع الخاصية الجديدة بتاعتنا، وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم.